تعقيب في هذا الإطار، يقول: أنتم شر أمة تفرحون بنجاة موسى عليه السلام يوم عاشوراء كما تزعمون، ولا تحزنون لابن بنت نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أبو زينب العقائدي يقول هذا الكلام في تعقيبه أو في تعليقه، كيف تردون على ذلك؟ أما مقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحزن لكل مسلم، ولا يفرح إنسان مسلم أبدا بمقتل الصدق الحسين سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. هذه النطفة النبوية والسلالة المحمدية المباركة لا إيمان ولا إسلام في قلب من لم يحزن لمقتل الحسين، لكن الحزن على مقتل الحسين يكون بما علمنا إياه الحسين الذي لم يحول مقتل أبيه علي بن أبي طالب إلى لطمية، ويعلمنا إياه علي الذي لم يحول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كربلائية، وإنما تعامل وعلمانا ونحن على أثرهم أن نتعامل مع الأحزان والابتلاءات وأقدار الله بانضباط الإيمان وتسليم الرضا، وألا يجاوزنا ذلك عن حدود الشرع الشريف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ونحن نقول في سيدنا رسول الله وفي ذريته التي نرى أن حبها واجب شرعي من لوازم الإيمان، نقول: إننا نحزن لموتهم وفقدهم جميعا، نحزن لموت رسول الله ولا نغنو فيه عما جاء به الشرع الشريف، ونحزن لموت الحسين رضي الله عنه ولا نغالي فيه، ونحزن لموت علي ولا نغلو. فالفرق بيننا وبينهم ليس فرقا في الحب والبغض ولا في الحزن والفرح، وإنما هو فرق بين الانضباط بأحكام الشرع والغلو الذي يخرجنا عن ثوابت شرعية قرآنية محكمة.